بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسيوط تم تركيب الانترلاك ل 15 شارع ومنطقة بمدينة ديروت ضمن خطة التطوير. وفي المنوفية تم ضخ 72 طن سكر في المنافذ المتنقلة بسعر 27 جنيه للكيلو. أما في محافظة الشرقية فتم توزيع 40 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا. وفي اسكندرية تم تقديم خدمات طبية مجانية ل 1139 مواطن، وده ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط أعلنت المحافظة عن تركيب الانترلوك ل 15 شارع ومنطقة ضيقة بمدينة ديروت ضمن خطة التطوير والتجميل لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات. في المنوفية شهدت المحافظة اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيه للكيلو، وده للمرة الثانية خلال أسبوع للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم. في شمال سيناء افتتحت المحافظة مركز الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم، حيث يعد مركز حكومي متخصص لتقديم خدمات دعم تربوية ونفسية لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وبيقوم بتقديم عدد من الخدمات من بينها التخاطب والتوحد والإرشاد الأسري والتكامل الحسي وصعوبات التعلم وتنمية المهارات وتعديل السلوك. في الشرقية شهدت المحافظة انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة، وده خلال شهر رمضان. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة العمرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. ضمت القافلة 7 تخصصات طبية، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1139 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في الغربية نظمت المحافظة رحلات قادرون باختلاف لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. وتم زيارة 200 بطل من ذوي الهمم من أبناء المحافظة للعاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات القومية على أرض الواقع. في القليوبية تم افتتاح 9 معارض أهلاً رمضان بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وسط مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع المعارض والتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع. في الدقهلية افتتحت المحافظة قسم العناية المركزة بمستشفى ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني، وبتضم 12 سرير و12 مونيتور وثلاث أجهزة تنفس صناعي، وده ضمن خطة تطوير المنشآت الصحية في ظل بناء الجمهورية الجديدة. في البحيرة شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية بنطاق مركز أبو المطامير، وده ضمن خطة التوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبتشتمل أجنحة المعرض على مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التي تقل عن مثيلتها بالأسواق.